طيب، من لديك اتصال؟ يعني حديث. نعم، تفضلوا. هناك أسئلة كتابية دكتور، إلى الآن لا توجد مداخلات صوتية. من أراد المداخلة الصوتية فقط يقوم برفع إشارة اليد. مداخلة لدينا، أحيانا الصوت شوية، معي أحد مداخلة صوتية؟ نعم دكتور. يلي تفضل، من معنا؟ الأخت عود. عهود. السلام عليكم. أهلا أهلا وأهلا وسهلا، يعني فقط الله لأنه يعطيك العافية دكتور، الصراحة الدبلوم مرة جدا مفيد، بس يا ليت يا دكتور تركز على إنه الآن أغلب الإعلام صار سنابي، يعني أغلب الناس صاروا يشوفون الإعلام هو سناب، يعني أكثر أنا شاهد أكثر البنات يطلعون سناب، قال إنه يوم طلعت سناب وصارت تصور قالت إنها إعلامية، هذا مفهوم خاطئ، الإعلام غير وسناب غير. يعني قصدك انه الاعلام له ضوابطه غير ما يدعي الاخرون بانه، يعني اي يعني واحد اي نعم واحد له اي واحد له نافذه نعم يقول انه هو اعلان. نعم لأنه الآن ها يطلع سناب وصار يصور وزي كذا قال إنه إعلامي، فمفهوم ها خاطئ. تمام، اجيبك على هذا الموضوع. يعطيك العافية. الله يسلمك. شوفي، موضوع الاعلام هو مهنه لها ضوابط ولها شروط، وأنا أشرت لكم يعني بهذه المحاضرة ستتذكرين، أنا قلت الإعلام هو ليس حديثا عاديا ولا كلام مرسل. الإعلام مهنة، والكلام الذي يخرج عن الإعلام يعتمد على ضوابط معينة، ووصف الإعلامي لا يطلق إلا على من يمارس الإعلام في مؤسسة إعلامية، سواء إذاعية أو تلفزيونية أو صحفية أو مواقع أو المواقع الإخبارية التي تعتمد المهنية. لماذا؟ لأنه لو أطلقنا وصف الإعلام على أي متحدث على أي قائل، هناك سنفقد أمرا مهما. فلان إعلامي، هو يتمتع بهذه الصفة مقابل أي يعني أي شيء أمام القانون. بالقانون نقول له حقوق، له حقوق وعليه واجبات، يمتثل يعني بموجب هذه الحقوق التي يمتلكها عليه واجبات معينة. مقابل ذلك ماذا؟ الإخلال بالواجبات المناطة إليه تستدعي العقوبة. هنا إذن أصبحت مهمة ومسؤولية، مسؤولية الكلمة. يعني أنا في التلفزيون عندما أقول كلمة أو أعبر عن كلمة سأكون مسؤولا عنها أمام القانون الذي ينظم الإعلام. لدينا قوانين تنظم عمل الإعلام، ونقابات وجمعيات واتحادات كلها تجعل من الإعلام مسؤول قانونيا عن المعلومات التي يعطيها. لأنه إذا أصبح خلل وأثبت أن هذا الخلل كان متعمدا فهو سيخضع إلى القانون. هل من يعبر رسالة أو صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني بشكله البسيط، يعني هل هو إعلامي؟ هل هناك؟ لا، هو الحقيقة نقدر نسميه هو يعمل ضمن دائرة اتصال، يعني هو لديه دوائر اتصال. وهذا انتباه والله، رجاء منذ البداية قلنا نفرق بين الاتصال وبين الإعلام. من ينتقل الموضوع إلى وسائل الإعلام يصبح من يتناول هذا الموضوع هو إعلامي بحقوقه وواجباته وما تتيحه له هذه المهنة. لكن هناك تداخل، يعني تداخل يعني ما بين هذه التسميات. هذا هو الرأي يعني المتفق عليه، لكي لا نقول أنا لا أريد مثلا أن أحبط من يريد أن يشكل دوائر اتصالية يعبر عنها عن رأي. هذا أمر أصبح يعني متاحا، لكنه التوصيف الإعلامي وظيفيا هو من ينقل الحدث بشكله الفني وصياغته الفنية تحت مفهوم الحقوق والواجبات والرسالة الإعلامية التي أتاحت له هذا المكان. إن شاء الله يكون واضح يعني كلامنا أستاذ. طيب، هل
هناك نعم، يعني. موجود الأستاذة نوف العتيبي. تفضل العتيبي، حياك الله. أستاذة نوف، السلام عليكم ورحمة الله. يعني نعم، دخل صوتان معنا، من يتحدث؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا أسعد الله الله، مساءك يا دكتور. حياكم الله. في كلام، كلمة في نوع من يعني الضغط الصوتي، يعني تشويش أحيانا بسيط يعني ليس كثيرا. اوكي كذا واضح. من معي الآن؟ نوف العتيبي. أهلا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، العفو، أنا آسف يعني أنا سمعت العتيبي في البداية صوت. أستاذ That's نوف okay. حياكم، يا مرحبا، تفضل. سؤال يا دكتور، كيف نعم، يمكن أن نوجز الفرق بين الرأي العام المنقاد والرأي العام المستنير؟ وهل يقصد بالرأي العام الرأي العام المنقاد والرأي العام المستنير؟ ممتاز. وهل يقصد بالرأي العام المستنير رأي الفئة المثقفة من المجتمع فقط؟ نعم، وشكرا لكم. شكرا شكرا شكرا، هذا والله هذا سؤال يعني مهم جدا. يعني أحيانا طبعا الرأي العام المنقاد هو أحيانا من الرأي العام البسيط الذي يعني ممكن تحريفه بسهولة، ولهذا يعني هناك بصراحة يعني كثير من الناس أصحاب النفوذ يعني ضمن عينة من العينات يعني تحاول احنا نقول عليه تسطيح العقول، يعني عدم، وهذا من مخلفات وتركات سابقة، يعني يحاولون تجهيل المحيط لكي يبقى رأيا منقادا سهلا، يعني غير معقد، يعني غير مرتب. كل ما زادت المعارف وزاد الوعي أصبح تحول الرأي العام إلى يعني إلى مستنير. هذه يعني دون النظر إلى خوف من يقودون هذه العينات أو هذه المناطق، يصبح الرأي العام المستنير مسهلا أساسا لاتخاذ القرارات الصحيحة، لاتخاذ القرارات الديمقراطية الحقيقية، بحيث يعني لأنه من شوف أصلا يعني من شاور الناس شاركها عقولها، فكيف الإنسان يعني يشاور مجموعة من الناس بعقول مثلا بسيطة؟ يفترض يعني أن يكون العقل المستنير ليكون رأي صاحب الرأي أو النوع الآخر اللي هو الرأي العام المستنير، هذا يخدم القرارات لما فيه من إيجابية. لكن هناك إشكالية الحقيقة، أحيانا تصطدم يعني العينة الموجودة بالرأي العام المستنير يعني ضمن قيادات ومؤثرات لوسائل الإعلام هي غير قادرة على التعامل مع العقول الكبيرة. وهذا يعودنا يعني أستاذة نوف إلى أنه القائد الإعلامي قائد خطير، لأنه أنت يجب عليك، إحنا نقول في الإعلام يجب أن يكون هناك اختصاص، يعني تجاوزنا موضوع الاختصاص الإعلامي، لا، هناك في داخل الإعلام الموهوبون بالثقافات والعلوم وكذا من غير الاختصاصات، لكنه يجب أن يكون في المؤسسة الإعلامية أو العامل في المؤسسة صاحب اختصاص، اختصاص من الاختصاصات، وعليه أن يدرس دورات تدريبية ومؤهلات في موضوع التعامل مع الفكر الإعلامي أو النظرية الإعلامية، بأن يأخذ كورس معين. لماذا؟ لأنه يعني من اختصاصه هو سيركز في حدود اختصاصه وذهنيته في الوسيلة الإعلامية، وبنفس الوقت هو محتاج إلى فهم الإطار العام للإعلام، يعني معرفة مفهوم دائرة الاتصال. لماذا؟ لكل ذلك لكي يؤثر، يكون مؤثرا في الرأي العام، ويتعامل مع أحيانا يواجه رأيا عاما مستنيرا. ليس من السهولة قيادته، ولكنه من السهولة قيادة رأي العام، كما نشير عليه يعني نحن علميا بالرأي العام المنقاد. والرأي العام المنقاد الحقيقة يعني يمثل يعني حالة تراجع، ولكنه يعني بالنتيجة نحن نريد أن ننهض بالبسطاء في الأداء الفكري حول القضايا التي تحيط بهم، وهي القضايا الخير، يعني الرسالة الإعلامية. أؤكد مرة أخرى، فنحن نتحدث إلى مجموع، وهذه أمانة، نحن نتحدث عن الإعلام
الذي هو العلم الاجتماعي الإنساني. شكرا أستاذ نوف. بارك الله فيك دكتور. نأخذ مداخلة ثانية. يلا تفضلوا. نعم تعال، من معنا؟ تفضلوا. الأستاذ جابر. أستاذ جابر السلام عليكم دكتور الفاضل. معي دكتور أستاذ جابر. السلام عليكم دكتور. حياكم الله، يا مرحبا، تفضل أخي. السؤال دكتور باختصار، ما هو تأثير الرأي العام، أو ما هو تأثير الإعلام بالرأي العام، وهل دائما الرأي العام يكون صحيحا؟ وجزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة. الله يحفظك. تأثير الإعلام والرأي العام، أو التأثير المتبادل ما بين الإعلام والرأي العام. نعم أنا هكذا فهمت. شوف، تأثير الإعلام في الرأي العام هو تأثير متبادل من خلال معرفة تعريف الأمر. الرأي العام هو الرأي السائد، الرأي السائد في حول قضية معينة في منطقة معينة متعلق بموضوع المعتقدات والتقاليد الموجودة، وكيف تستخدم هذه القضية، وكيف تتعامل مع رأي عام حول قضية معينة. هذا في حدود يعني معرفة الرأي العام هو الرأي السائد في فترة معينة حول قضية معينة. والإعلام هو الأداة أو الواسطة الناقلة للمعلومة والحدث والخبر والتعامل معها، وتهيئة الظروف، يعني كامل الظروف لتفسير الظاهرة الخبرية ونقلها إلى الناس. إذن هناك آراء وهناك قضايا وهناك وسائط تنقل هذا الموضوع. إذن هي العلاقة متبادلة ما بين الاثنين. هناك من مهمات الإعلام، دائما هو ليس عملية عائمة. الإعلام له قواعده، وهو يعود بملكيته، بملكية الإعلام، إلى جهة ما تريد أن تحقق هدفا عبر هذه الوسيلة. إذن تأثير الإعلام هو مباشر في الرأي العام، لأنه من وسائل أهم رسالة للإعلام هي نقل الحدث وإثارة المناقشات حول هذا الحدث. هي لماذا تريد إثارة هذه المناقشات حول هذا الحدث؟ هي أولاً لإنماء المؤسسة الإعلامية، وتكون في اتصال مهم ومباشر مع الناس. بمجرد قيام المؤسسة الإعلامية بتناول الحدث أو الخبر أو المعطى الذي تريد، وتحرير هذا الخبر بالصورة السليمة مع عدم نسيان، لكي لا ننسى بأنه الإعلام محاط عبر زمانه، وأنا قلتها في إحدى المحاضرات، بحراس البوابة. هنا بالله أرجو الانتباه، حراس البوابة هذه إحدى النظريات الإعلامية التي تعتري أي مؤسسة. يعني عندما يأخذ الخبر، أول بوابة هو المحرر، يعني يأخذ من الخبر الأشياء الضرورية ربما التي تناسب سياسة القناة كما يقولون، أو الاتجاه في القناة. هو عمل نفسه أول حارس لهذه البوابة. يذهب الخبر إلى رئيس التحرير، سيشكل كذلك حارس بوابة على معلومة معينة. هنا بدأ نية التأثير على الرأي العام بموجب تأثير المؤسسة الإعلامية بعد أن ينطلق الخبر منها أو يتم التعامل مع هذه المعلومة. ورئيس المؤسسة يعمل دور حارس بوابة في جزئية معينة. إذن منذ البداية بدأ التأثير الإعلامي على الرسالة الإعلامية التي ستصل إلى الرأي العام، وسوف تؤثر بالرأي العام، لأنه الرسالة الإعلامية، أخ جابر، منذ بدايات حديثنا بهذا الدبلوم أشرنا إلى أنه الرسالة هي رسالة ومرسل، قصدي علم الاتصال، رسالة ومرسل وواسطة.
الواسطة اللي هي التلفزيون أو الإذاعة أو والمستقبل. إذا من شكل هذه الرسالة؟ من شكلها؟ شكلتها المؤسسة الإعلامية بعد اعتمادها على المصدر وإعطاء الخبر بشكل معين، يعني من إثارة النقاش حول هذا الخبر داخل الإيش المؤسسة. ومن هو المستقبل؟ المستقبل هو الجماهير، وسائل العام الجماهير. الجماهير من هم؟ من يشكلون الرأي العام حول قضية معينة، سيتأثرون بالإعلام تأثيرا مباشرا، وهذا التأثير سيجعل من الرأي العام يتشكل باتجاه معين. وإذا تشكل الرأي العام باتجاه معين سيعتمد، وإذا اعتمد الرأي العام سيصدر القرار بموجب أنه عرضه على الرأي العام فيصبح نافذا. إذن يعني هناك علاقة مباشرة ما بين الرأي العام وما بين المؤسسات الإعلامية. حياكم الله يا أستاذ جابر. طيب، بارك الله فيك دكتور. نأخذ مداخلات أخرى أم؟ لا 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 لا، وقتنا متاح يعني. الأستاذة مريم البلوشي. أستاذة مريم البلوشي، يا مرحبا، تفضل يا أستاذة مريم. أستاذة مريم معنا؟ أستاذة مريم، الأستاذ حسام. أستاذ حسام، أستاذ حسام تفضل. قد يكون غير جاهز. طيب، يعني إذا حد معنا أو في الشات في تساؤلات أخرى إلى منها. الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم تفضل، من معي؟ السلام عليكم. أهلا ومرحبا أستاذ إبراهيم، يا مرحبا، سيد دكتور حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجازيك خير. حياك الله، جزاكم الله الخير. حياكم الله جميعا. مرحبا، حياك. عندي سؤال. تفضل معه. أنا أسأل، ما هي العوامل التي قد تساعدنا أحيانا على اتفاق تحت رأي العام؟ أكثر مجتمعات تسمح لي، العوامل التي تساعدنا على ماذا؟ على اتفاق إيش؟ على اتفاق تحت رأي العام. أحسنت. أكثر المجتمعات يعانون في جمع الناس تحت رأي العام. نعم. صحيح. إلا بعد ظهور هذه الفيروس لاحظت بأن جميع المجتمعات في العالم اتفقوا ووافقوا على توجيهات الأطباء وما إلى ذلك. ولاحظ إذا لم يكن هناك مرض أو أي شيء، فهناك توجيهات تحتينا من العلماء والخبراء في مجالات الأخرى. الناس يصعب اتفاقهم على هذه الآراء. ما العوامل التي قد تساعدنا على إقناع الناس في معرفة منافع في رأي العام؟ شكرا. الفهمت دكتور؟ أحسنت، أنا راح سأجيبك الآن. يعني رأي ضمن القواعد التي يعني نحن يعني درسناها ونحن نمارسها يعني في وسائل الإعلام، كيف نتصرف يعني في الإعلام بهذا المجال. الحقيقة يعني من خلال تجربتي، يعني أنا كذلك أنا قاطعت شوطا يعني كاتب صحفي ومذيع أخبار ومقدم البرامج السياسية في عدد من الدول، الرأي العام أكثر ما يساعد الحقيقة على انتشار الرأي العام هو ترسيخ المعلومة لدى المستقبل. ترسيخ المعلومة يأتي أولا عبر المصداقية، لأنه مع المصداقية ينتظم كل شيء. يعني هذا سنأخذ يعني وقتا جيدا بالحديث بالإجابة على هذا السؤال. المصداقية بطرح الموضوع،
تهيئة كل الظروف الساندة ونقول الأدلة أو التي تدل على صحة هذا الطرح، وهو من أهم مكونات الرسالة. يعني الرسالة يجب أن تكون حول موضوع فيه صدق، فيه تأثير على الناس، نحيطه داخل المؤسسة الإعلامية، يعني المؤسسات التي تعمل على نشر الخير، يعني يفترض أن تنتبه إلى هذا الموضوع عندما يعني هي أساساً يعني خلقت هذه المؤسسة أو تابعت أو دعمت هذه المؤسسة لنشر موضوع معين، عليها أن تحيط الموضوع بمناقشات جيدة من قبل الاختصاصيين المؤثرين على وسائل الإعلام الذين يعرفون حق المعرفة الموضوع المطروح، وعملية التكرار، لأنه يعني كلما نزيد من عملية تكرار الرسالة الإعلامية حول موضوع معين مع التنوع في اختيار الطرق التي يتم طرحها للمجتمع، نحن نحقق يعني مشاهدات أكثر وتأثيرات أكثر حول هذا الموضوع. حقيقة بحكم يعني عملنا وبحكم الخبرة وصلنا يعني إلى هذه النتيجة. هناك من المؤسسات أخي أستاذ إبراهيم من يعني تضم أحيانا 100 أو 150 عاملة وبعضها 200 و300 و500، وهناك مؤسسات تعمل بعشرين 30 أو 40، لكنها استطاعت وبذكاء القائمين عليها أن تجلب أصحاب الاختصاص والتأثير الحقيقي على الرأي العام من خلال الكفاءات العلمية والمعرفية واختيار وتنقية أنواع معينة من وسائل الاتصال المنقاة من الشوائب، واستطاعوا أن يصلوا إلى الرأي العام والتأثير في الرأي العام أكثر بكثير من مؤسسات كبيرة اعتمدت على المحسوبية وإدخال يعني ما كما نقول الشخص، القاعدة تقول الشخص المناسب في المكان المناسب، لكنهم عكسوها بالتمام، فأصبحت هناك تقاطعات وشوائب وتشويش على الرسالة الإعلامية. فلهذا يحول أحيانا تقلب الفضائل لا سامح الله إلى شيء آخر، يعني أنت تريد أن تطرح موضوع والموضوع به يعني صواب وموضوع محترم، لكنه يسلم إلى جهة إعلامية غير قادرة على أن تتعامل مع هذه الحكاية أو مع هذا الطرح، فتفسد الرسالة الإعلامية. ولهذا أستاذ إبراهيم أنا منتبه على هذا الموضوع، ومنذ البداية يعني أنا اخترت موضوع علم الاتصال، لأنه علم الاتصال مفهوم علم الاتصال الذي يعتمد على الرسالة والمرسل والمستقبل ورجع الصدى، واعتبرتها من نواتها الأولى هي المؤثر والمحرك لوسائل الإعلام لكي تكون قادرة على التأثير في الرأي العام. يعني أجمل يعني قصدي أختصر لك الموضوع بأنه يعني من يريد أن يؤثر في الرأي العام يجب عليه أن يعرف بأنه يتصدى لموضوع ليس من السهولة، لأنه الرأي العام نفترض الحالة الوسطية من الرأي العام، دون أن نقول مثلا عام نقاد أو رأي عام، هناك رأي عام كما أشارت أختنا يعني المستنير، أنا أقول الوسط الرأي العام. هناك صعوبة بالتأثير على الرأي العام، لأنه الرأي العام عموما يعني هناك آراء سائدة في المناطق في العينة التي تريد أن تؤثر فيها، هناك عادات وهناك تقاليد وهناك موروثات قد تكون جيدة وهناك موروثات قد تكون يعني ربما تحمل شيئا، فأنت تحاول أن تفكك كتلة يعني كتلة موجودة ضمن رأي معين، وأنت تريد أن تؤثر على هذه الكتلة. كيف تؤثر عليها؟ هو بالخطاب العقلي يعني بواسطة المتخصصين وبصدق القضية التي أنت تحاول أن تطرحها. لذلك نقول أنه وسائل الإعلام علينا أن نفسر ما هي وسيلة الإعلام، يعني هل هو كل إعلام إعلام؟ هل كل دائرة اتصالية هي دائرة اتصالية؟ هل كل من أطلق تسمية معينة أو أطلق في الفضاء مصدر الإعلامي يقول هو إعلامي؟
هناك رسائل معاكسة حقيقة ومشوشة، وهناك لا، رسائل حقيقة ووسائل إعلام اتخذت يعني عهد على نفسها وعلى إدارتها أن تنزل كل يعني كلا بمنزلته لكي توصل الرسالة الحقيقية. إذن هو الإعلام وهو الاتصال وهو العناية الحقيقية بهذا. فشكرا على هذا السؤال أستاذ إبراهيم، وأنا أشعر بأنه فعلا يعني هناك ناس تريد أن تقدم، تريد أن تؤثر تأثير صحيح في الرأي العام. هناك من يعاني، وأنا منكم والله، هناك معاناة حقيقية من رسائل تشويش تصلنا وتؤثر على الرأي العام، ولكن بشكل يعني غير الصحيح. ولهذا أنا كتبت الدكتوراه الحقيقة بموضوع متخصص جدا بهذا الأمر، اللي هو توظيف الإعلام في تضليل الرأي العام بين الإباحة والتجريم. يعني تحدثت في الدكتوراه عن الرأي العام، التوجيه الرأي العام وعن تضليل الرأي العام، كيف أنه يعتبر جريمة إذا ما تم تضليل الرأي العام. قد تتخذ قرارات حروب، وفعلا اتخذت قرارات حروب بوجود تضليل الرأي العام، وسقط قتلى، بل سقطت شعوب، بل ماتت دول بسبب التضليل الإعلامي. فهو من الموجبات أن يصنف يعني تضليل الرأي العام تحت الجرائم، لأنه يشكل ركنا أساسيا من أركان الجريمة، اللي هي يعني سبب. عادة الجريمة ترتكب بسبب، بفعل وسبب ونتيجة. أحيانا يعني الفعل، يعني فعل القتل يأتي بسبب التضليل، وتتحقق نتيجة الموت، موت شعوب. فلهذا يعني أنا هذا الأمر يعنيني بصراحة. فشكرا أستاذ إبراهيم. طب من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا دكتور. دكتور سؤالي باختصار، حياك. مين مع من حضرتك؟ تفضل معي. حسام باكير. دكتور، هل يمكن أن نطلق مثلا على من يقف وراء وكالات الإعلام المتنفذة أو أكبر الوكالات الإعلام العالمية مثلا، ولو قلنا تجاوزا يعني لوبي إعلامي يقف خلف هذه الوكالات مثلا، كيف نتقصى عن ذلك؟ يعني كإعلامي أحب أن أبحث عن هذا الأمر. مثلا وكالة رويترز على سبيل المثال هي في مقدمة، من يقف خلفها؟ هل يمكن أن ترشدنا إلى بعض هذه الجزئيات؟ أنا يعني بحدود معرفتي يعني أعطيك يعني وقت ممتاز للإجابة على هذا الموضوع. ضمن شوف عفوا، وكالات الأنباء أو الوكالات الأخبار الرئيسية تعتبر من أهم المصادر في تسويق المعلومات التي نتداولها في حياتنا. يعني وأنا أشرت ربما بجزئيات سابقة، يعني مصادر المعلومات التي تصلني وتصلك وتصل إلى عامة الناس تأتي عموما يعني من خلال أمرين. المؤسسة الإعلامية تعتمد مراسليها داخل الدول، يعني خارج الدولة التي تقيم فيها المؤسسة ترسل مراسليها إلى خارج الدول، فهي تسمى تحت اسمها المراسل. المراسل هذا من يعني تصنيف إعلامي، يعتبر من أدق الأخبار، لأنه سيصور لك الحدث في حينها ويصور لك نفسه وهو يعطيك الرسالة ويبعثها إلى المؤسسة الإعلامية، والمؤسسة الإعلامية هنا تكون مسؤولة. لا أريد أن أذهب يعني إلى يعني عمل المؤسسة ما بعد الخبر الذي يأتي إلى المراسل كي أختصر لك الوقت. يعني المصدر الآخر يعني هذا واضح، هذا جاء من مراسل. الموضوع الآخر المندوب، المؤسسة الإعلامية في بلد معين، موجودة في بلد معين، هي تذهب يعني تدفع بمندوبها إلى المؤسسات داخل الدولة، إلى الوزارات، إلى الشركات، إلى المؤسسات، عن طريق وتربطهم عن طريق دوائر الإعلام في هذه الوزارات. تأخذ الخبر من هذه الوزارات إلى المؤسسة الإعلامية فتطرحها، وهذا أمر واضح. يبقى موضوع الوكالات اللي أنت أشرت إليه. يعني الوكالات الآن يعني في تحديد الوكالات، نسبة كبيرة من الأخبار تدور بما تضخه الوكالات الرئيسية الكبرى التي قطعت عمرا من الزمن يتجاوز البعض من أكثر من 100 سنة، اللي هي كما نعرف وكالة رويترز، وكالة الأسوشيتد بريس يعني وكالة البريطانية والأمريكية، وعندنا الوكالة الفرنسية، وعندنا الوكالة الصينية شينخوا، وعندنا وكالة يعني الروسية،
دخلت يعني اخيرا الاناضول، ولدينا الوكالات تبع الدوله اللي موجوده، يعني في وكاله اللي يعني بالنسبه لمصر شين الف شين، يعني وكاله انباء الشرق الاوسط في السعوديه، واس في العراق، بات انباء العراقيه، في هذه وكالات تتبع الدوله، هذه واضحه، لانه عندما ياتي الخبر سيكتب في الخبر مثلا يعني الخبر زياره الرئيس الفلاني الى الدوله الفلانيه، ومعه مكتوب يعني يقول مثلا رويترز، مكتوب عليه رويترز. احيانا يعني هنا الاشكاليه ليس بالوكاله، لانه يعني الاشكاليه عندما يؤخذ الخبر ولا يشار الى الوكاله. هنا يعني علينا ان نتقصى بوسائل التواصل، يعني بالوسائل الموجوده الان اللي هو يعني جوجل، الانترنت عموما، يعني نبحث عن هذه إذا وجدنا لها أصل هذه المعلومة، يعني ستبان إذا وجدنا نذهب إلى الأصل، لأنه عندما يعني عندما تجد أنها معلومة مقتطعة، معلومة مقتطعة ضمن خبر يعني في أي وكالة يعني غير يعني غير مسؤولة، أو ربما ليست وكالة، يعني قصدي في أي موقع من المواقع، علينا أن نتأكد من مرجعية الخبر. إذا نسب إلى جهة أو وكالة ما، أحيانا مثلا صحيفة معينة يعني هي مستقلة لديها مراسل في مكان معين، سيصبح الخبر على ذمتها، فيتوضح لدينا مرجعية الخبر لمن. لكن السؤال الأهم يعني من ذلك، كيف لنا أن نتعامل مع هذه الوكالة، الأخبار الواردة من هذه الوكالات، وهي تجمع من أمهر يعني هذه الوكالات العالمية اللي أنا قلت لك عليها، الوكالات الأمريكية والبريطانية الفرنسية، من أمهر الكتاب، ولديها الحقيقة لديها انتشار واسع في كل دول العالم. فقط أعطيكم يعني حكاية يعني تعرفوها، هل تشاهدون أحيانا أن الخبر نفسه يؤخذ مثلا في 20 قناة، نفس الخبر هو كيف أخذ يعني لماذا؟ ونقول مثلا الكل تركز على هذا الخبر، التلفزيونات الموجودة، الفضائيات من أقوى فضائيات العربية والعالمية اللي موجودة، المعلومات التي تصل إليها كما تصل إلى أي محطة بسيطة، لأنه كل هذه المحطات مشتركة مع الوكالات العالمية اشتراك مقابل مال، تبعث لهم الصورة أو تبعث لهم الخبر مكتوب، يعني تكست مكتوب مع الصورة، ولديهم شاشات في مراكز الأخبار يستقبلون نفس الخبر نفس الصورة، ولكن كل قناة تأخذ يعني حيز معين من هذا الخبر وتوظفه بالنتيجة، لأنه كل قناة هي لها أهداف معينة، ليس هناك قناة سائبة، كلها تحمل أهداف معينة. وربما تسأل طيب إحنا من أين نأخذ؟ أنت تأخذ من هذا المحيط اللي موجود. لكن الحقيقة في علم الاتصال، لنكون يعني أنا من الناس اللي أنا أحب الحرية الرأي، أنا صحفي بالنتيجة يعني، لكن في علم الاتصال لكي يعني تأخذ الرسالة يعني التي تنفع، كل مجتمع له عاداته وله تقاليده وله أطر التعاون التجاري والمالي والاقتصادي، كلما نقع الإنسان العينة التي يريدها من الشوائب التي تدخل على رسالته الإعلامية، هو يكون أفضل. يعني لأنه أنا أتكلم كإعلامي، ربما حضرتك تتكلم مثلا صاحب مصلحة اقتصادية أو متجر اقتصادي كذا، أنت لست إعلامي، لكن تريد الخبر بالنتيجة، لأنه تجارتك معتمدة على الحياة، فأخذ الخبر من يعني من ما يخدمك يعني أما أنا بالنسبة لي كإعلامي، أنا من الواجب أن أرى كل الأخبار الموجودة أو رؤوس أقلام عن كل الأخبار، لكي أعرف أنا كإعلامي ماذا يدور في العالم، كيف يفكر. واجبي أنا، قد يكون غير واجب الحضر، واجبي أنا أعرف يعني كيف تفكر الكتلة الفلانية، كيف يفكر، لأنه يعني لكي تكون عندي يعني القدرة والقابلية على أن أواجه أو أؤدي الرسالة الإعلامية التي أريد. فأنا شرحت لك هذا موضوع يعني هذا مهم جدا في صلب العملية الإعلامية، هو مصدر الخبر، كيف نتعامل مع مصادر، ما هي مصادر الخبر، كيف نتعامل مع
مع مصادر الخبر، وهناك يعني أمور كثيرة بهذا الموضوع إن شاء الله يعني تتسع له يعني أوقات مستقبلية إذا أردنا إن شاء الله مع نستمر بإذن الله أعزاء. فشكرا يعني الأخ حسن، شكرا جزيلا. طيب تفضلوا معنا من نستقبل أسئلة دكتور. نعم خلي تفضلوا معنا، لدينا وقت يعني لا الأستاذ بقى. أحمد إذا جاهز. الأستاذ أحمد تفضل. صباح يبدو غير جاهز. الأستاذة بسمة. الأستاذة بسمة تفضل يا أستاذة بسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت الدكتور عندي سؤال. نعم. بس يعني حبيت يعني مجرد استفسار. لماذا يعني نلاحظ أن الإعلام العربي بشكل عام يعني مقصر في الجانب التربوي والتعليمي للأطفال خاصة والناشئة، وعلى من يقع، على من تقع المسؤولية؟ هل هو يعني تقع المسؤولية على الإعلام أو على الجهات التربوية التعليمية؟ أحسنت والله السؤال هذا، والله ذو أهمية، ذو أهمية عالية جدا. يعني هذا موضوع يشغلنا ويشغل العوائل ويشغل الأسر في الحقيقة، واللي يقعون ضحية للإعلام. شوف يا أستاذة بسمة، الإعلام وخصوصاً نعم تفضلي بعد تفضلي إيه، وخصوصاً إيش تفضلي. طيب أنا سأجيب يعني المحتوى العام للسؤال تبين لي. إحنا لدينا في الإعلام قسم اسمه الإعلام المتخصص. الإعلام المتخصص هو يعني وجد مع بدايات وسائل الإعلام سواء يعني الصحافة والإذاعة والتلفزيون. لدينا الإعلام المهتم بالأمور السياسية، لدينا الإعلام المتخصص، الإعلام الاقتصادي مثلا أو قناة كاملة للاقتصاد، قناة اقتصادية، وقناة كاملة هي قناة تربوية. وإذا لم يكن يعني هذا الموضوع يعني بقناة خاصة، ممكن أن يشغل حيزا مهما في داخل الوسيلة الإعلامية. هذا الأمر الحقيقة يعني أخذ بسمة تعرض للتجريف. يعني بتقديري يعني إحنا شهدنا الإعلام يعني من سنوات يعني كانت مؤسسات الإعلامية الموجودة في كل العالم، نتحدث دعونا رجاء نتحدث عن محيطنا يعني الأقوى وأهل يعني المحيط العربي والإسلامي. لدينا كان هناك قسم اسمه قسم التنسيق البرامجي، يعتمد على ضوابط، بصراحة ضوابط كثير مهمة. يعني احنا اي وقت نخاطب به برامج المرأة، لماذا نختار الفترة الصباحية، كيف تكون هي أوقات نشرات الأخبار، ما هي البرامج أو الأوقات التي تبث من خلالها برامج الأطفال أو برامج الأسرة أو البرامج الرياضية، كلها مدروسة بدراسات يعني دقيقة ومهمة جدا للتأثير يعني على الفئات المطلوبة. لكن في المراحل يعني في السنين الأخيرة مع انتشار الفضائيات وانتشار الإعلام التجاري، بدأ يترك هذا الجانب لقلة وعي ولقلة الضوابط الحقيقة، ولتقصير كبير يعني من الجمعيات المتخصصة بهذا الأمر، لعدم القدرة العقلية لفهم التأثير الإعلامي. يعني لو أنهم يعني درسوا وعرفوا كيف يؤثر الإعلام على الفئات العمرية، يعني خطاب الطفل، خطاب المرأة، خطاب الشاب، خطاب من هم أصحاب الفكر، خطاب من هم في مراحل عمرية متقدمة، لعرفوا أهمية يعني خطاب أو تسخير جزء كبير من الإعلام لإعلام الطفل. هذا تقصير هو واضح، لا نقول أنه يعني متعمد، لكنه ينم عن حالة عدم معرفة وحالة حقيقة يعني مؤذية ومخجلة. أن يعني أن أن
أن لا يستوعب العقل العربي أهمية مواجهة الطفل، لأنه المجتمعات الحقيقة تبنى من خلال أطفالها مع اختلاف المعتقدات، يعني مع اختلاف العقائد، يعني خلينا نقول مع اختلاف العقائد كل من له رسالة. في الدول الكبرى هناك قنوات مذهلة ومهمة تخاطب أطفالهم بعقائد، وتخاطب أطفالهم بالسلوكيات يعني المجتمعية اللي اعتادوا عليها وبأعرافهم وينشئوهم على هذا الأساس. يعني إلا إحنا يعني أصبحت حقيقة يعني تركنا هذا المجال واعتمدنا على قنوات الجدال والملاكفات وكذا. لا بأس أنه تقدح الرأي بالرأي والرأي بالرأي، لا بأس، يعني نحن يعني نحب الفكر، نحب الرأي، نحب أن يجلى الفكر بالمتضاد هذا، لكنه علينا أن نعرف الهدف الأسمى من هذا الأمر، أنه نحن أمة بالنتيجة نريد أن نقف أمام الأمم ونواجهها، وليس هناك أبدا الوقوف أمام الأمم إلا بتنشئة جيل جيد. يعني أنا مثلك، يعني لعل من يشاهدنا أو يسمع هذه الحلقة وبعد أن توضع مثلا على اليوتيوب أو نناقش يعني بهذا الأمر، يعني مثل ما يعني تدفع هناك الملايين والمليارات لإعلام فاسد أحيانا، يعني أن يترك الطفل أهم يعني للمخاطبة قنوات لمخاطبة الأطفال لمخاطبة النشر. أنا أعتقد أنه موضوع متعلق بمواضيع تجارية وبمواضيع ملكيات مال وإمبراطوريات مال تدفع للتخريب أحيانا، يعني ربما من خارج حدودنا، من يعني الأمم التي نواجهها، أحيانا من الجهل، يعني هذا أمر مهم. يعني عدة أمور يعني تؤثر في هذا الموضوع، يعني أثرتي يعني فينا يعني إجابة على سؤال كان مهما جدا الحقيقة، يعني فشكرا لك أخوتي باسم. من معنا بعد؟ طيب الأستاذ ثامر. أستاذ ثامر، الأستاذ ثامر، أستاذ ثامر موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يبارك فيك دكتور، كيف الحال؟ حياكم الله، يا مرحبا دكتور. دكتور سؤال إذا أمكن. نعم تفضل. كيف لنا أن نحدث من خلال الإعلام أن نحدث نقطة تحول لموضوع معين، يعني نصل إلى مرحلة ينتشر هذا الموضوع الذي نريده انتشار يعني كبير جدا ونقنع به الآخرين، نحدث نقطة تحول. هنا نحدث نقطة التحول، هنا نحن لصناعة الرأي العام ولإقناع شريحة كبيرة ومستهدفة نحتاج إلى نقطة تحول. نعم. ننتقل من حالة إلى حالة ومن موضوع إلى موضوع، من إنكار إلى يعني تثبيت هذه القناعة، فكيف نحدث من خلال الإعلام بوسائل حديثة وبوسائل إقناعية أن نحدث هذه النقلة النوعية ونحدث نقطة التحول، وشكرا جزيلا. والله شكرا جزيلا، هذا يعني سؤال جدا. شوف علينا، هو يعني ما هي المؤسسة الإعلامية؟ كيف ننشئ المؤسسة الإعلامية؟ المؤسسة الإعلامية هي فكرة، المؤسسة الإعلامية هي فكرة يدعمها التخطيط وموضوع المال. ولهذا نحن نفشل ونبحث، أستاذ ثامر، نبحث عن نقطة تحول بعد أن ندخل مدخلا في البداية ضعيفا. فلهذا نبحث عن نقطة التحول التي نريدها، يعني يفترض أنه نحن نبدأ من نقطة قوية على المثل القائل، الظهور الأول في الإعلام، الظهور الأول يعني الظهور الأخير، تظهر قويا تترك في ذهنية الرأي العام أنك قوي. ولهذا نقول في وسائل الإعلام عندما تريد أن تظهر على مستوى الإعلام أن تكون لديك الفكرة الإعلامية والفكرة حول الموضوع، وتشبع هذه الفكرة، أن يكون لها هدف وتشبعها في الاجتماعات والتخطيط لنجاح هذه الفكرة باستخدام يعني الجهات القادرة على نقل هذه الفكرة. هي البداية تشبه نقطة التحول التي
تقول عنها. نقطة التحول لا تأتي إلا بالتغيير البين الواضح الجوهري داخل المؤسسة الإعلامية نفسها. يعني إذا قررت إذا قرر صاحب الهدف من هذه الرسالة أن يعمل تحول، يجب أن يكون التحول بأمر الطاقة البشرية العاملة داخل، لأنه الخلل هو لماذا أنت لم تصل بالطريقة التي تريد وأنت تريد أن تعمل هذا التحول. إذا تأتي إلى دعائم قيام المؤسسة الإعلامية اللي هي الطاقة البشرية الموجودة والإدارية. أولاً موضوع تدريب الكوادر، تدريب الكوادر وإعادة تأهيلها مرة أخرى ضمن النظم الإعلامية والاتصالية الحديثة من خلال المشاركة في الدورات ومن خلال جلب الخبراء الخارجيين لتأهيل العنصر البشري العامل في داخل المؤسسة. التحديث في الواسطة، أحيانا تستخدم أجهزة. الآن أنت تريد أن تحدث نقلة نوعية لكن ليس لديك الأدوات، أنت لديك الفكرة ليس لديك الأدوات. الأحداث مهمة داخل العراق، داخل سوريا، داخل السودان، داخل أي منطقة، يجب أن تكون أنت على قدر الحدث اللي موجود في اللحظة، أنت لديك الآلية للتحرك. يعني هنا كل قسم يتحرك ليكون الحركة الرئيسية التي تراقبها الإدارة. يعني مركز الأخبار عليه أن ينشط بالطريقة المنضبطة تحت إدارة جيدة تكافئها إدارة جيدة لقسم الآليات، تقابلها إدارة جيدة للقسم الهندسي أو القسم الفني. أي تعطيل في أي إدارة من هذه الإدارات يجعل الدائرة الاتصالية مقطوعة، فيها خلل. وأحيان كثيرة، وأعتقد أن الأخ ثامر في مؤسسة إعلامية، أحيانا أنه يكون قسم الأخبار أو المندوبين أو المراسل بحالة جيدة مهيئة، لكنه يتأخر ربما نص ساعة أو نصف ساعة على واسطة النقل للذهاب إلى المكان. هنا هذا يعتبر جريمة في الإعلام، لأنه أنت قتلت الخبر. فأنت إذا تريد أن تحدث نقلة نوعية يجب أن يكون لديك فكرة جديدة تطرحها إلى الرأي العام، فكرة جذابة. يجب أن تكون الفكرة عند إعدادها تكون فكرة جيدة وجذابة وتحيطها بالدراسات وتجعلها هدف. هذا من شروط الفكرة موجودة في قسم الإعداد. يجب أن تكون لك واسطة جديدة قادرة على نقل الخبر والحدث والتحرك بسرعة، لأنه فتح المواصلات وفتح طريق الاتصالات ودوائر الاتصال هذا أمر معين. يجب أن تكون هناك إدارة إعلامية قادرة على التعامل مع الأحداث، لأنه أنت إذا أتيت بغير اختصاص في الإدارة الإعلامية فأنت كتبت عليها الفشل. لكي تبحث عن أدوات تحول، أنت تريد أن تنطلق أن تغير أو تدرب على الأقل، تقوم بتدريب كل الكوادر سواء الإدارية، الفنية، التحريرية، المواصلات، كل هذه الأمور. أن تمتلك فكرة جديدة، أن تعرف، مهم جدا، العينة التي تخاطبها. يعني أنت عندما تضع رسالتك الإعلامية بعد كل هذه تهيئة الأمور داخل المؤسسة الإعلامية، أن تعرف الجهة التي توجه لها الخطاب المستقبل لكي تهيئ ذهن المستقبل للرسالة الاتصالية التي تريد. أعتقد أنه أوجزنا هذا الأمر الأخ ثامر. شكرا على هذا السؤال الطيب. بارك الله فيك دكتور. نستقبل مداخلة من الأخت مريم البلوشي. أستاذة مريم قد تفضل. أستاذة مريم معنا؟ أستاذة مريم؟ من الممكن أنها غير جاهزة دكتور. تمام، من معنا جاهز؟ المداخلات الصوتية لا يوجد، إن أردتم الإجابة على الأسئلة. سؤال سنعتبره الأخير، إحنا وصلنا إلى الأخ محمد، يقول كيف تحول الرأي العام إلى لصالحك؟ حلو جميل. الأخ محمد، الرأي العام هو بالنتيجة رأي قابل للتشكيل،
لأنه وعندما نعمل في وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال نحن نعمل رسائل إلى الرأي العام، والغرض من مخاطبة الرأي العام هو للتأثير على الرأي العام. من يسبقك أو من سبقك في التأثير على الرأي العام أو ممتازة أو تميز عليك في إدارة والتأثير على الرأي العام هو استخدم وسائل التأثير أفضل. من يستخدم وسائل التأثير على الرأي العام هو من يكسب الرأي العام. هو نفس الموضوع الذي تحدثنا إليه، يجب أنه أنت تعين أو تحدد الهدف مما تريد طرحه أولا، مما تريد طرحه على الرأي العام. تشبع هذا الموضوع يعني دراسة واحتمالات، وتدرس العينة من يعني الموجودة الذي تريد أن تطرح عليها موضوع معين، تعمل دراسات واستقصاء حول العينة بماذا تتأثر، كيف يكون الخطاب الموجه إليها، تحاول أن تنقي الرسالة التي سوف تطرحها يعني بشكل يناسب الرأي العام الذي يعني وضعته أو جعلته أنت هدفا لك باختيار رسائل جيدة، موضوعات مقبولة غير مخالفة للعادات، يعني غير مخالفة بشكل حاد للعادات والتقاليد الموجهة إلى هذه العينة، سواء يعني في منطقة معينة أو في زمن معين. يجب أن تكون لديك أدوات نقل هذه الرسالة، إذا كانت إعلامية على المستوى الجماهيري تختار القناة سواء صحيفة أو قناة أو إذاعة الجيدة التي لديها القدرة على الوصول إلى وصول إلى هذه العينة، وقد يعني جربت يعني ليس لي أن أقول أنه أنا خصصت مبلغا على سبيل المثال أو جهدا معين للتأثير على الرأي العام ووضعته في دائرة اتصالية غير جيدة، مثلا اخترت إذاعة غير مهمة غير ليست واصلة بشكل جيد إلى العينة التي تريد التأثير فيها. هنا يصبح عندك يعني هذا الموضوع اختيار الواسطة الجيدة. تكرار الرسالة من أهم يعني وسائل التأثير، هو تكرار الرسائل بحيث يعني يبدأ مستقبل هذه الرسالة يعني يسمعها أول مرة، يعالجها هي المرة الثانية، يناقشها في المرة الثالثة، تبدأ يعني بالتأثير عليه بالتكرار، لكن التكرار غير الممل بوسائل أخرى إحاطة هذه الرسالة بمجموعة نقاشات، لأنه الرأي العام يتكون عبر تداول الحقيقية، تداولها بالحديث والنقاش وتبادل الآراء إلى أن تصبح هي نفسها قضية رأي العام يتأثر بها الرأي العام. إن هذا جوابنا، وأعتقد بأننا اليوم إن شاء الله قدمنا يعني محاضرة مهمة. أنا أشكركم الحقيقة يعني على هذا التفاعل، وأني لا أجد السعادة الحقيقة بحديثي إلى هذه المنصة ومن يدخل معنا، فاعذرونا عن تقصير ما ربما حدث، لكننا قدمنا كل ما نستطيع أن نقدم من القلب، فشكرا لكم.